أهلا بكم مشاهدينا الكرام في استوديو رافدين، وهذه أبرز ملفاته. إعادة فرض حظر التجول في البصرة وسط انتشار أمني مكثف، ومفوضية حقوق الإنسان تقول إن الأجهزة الأمنية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين. العبادي يقول إن القوات الأمنية مطالبة بالتصدي لمحاولات تخريب مؤسسات الدولة، والمتظاهرون يؤكدون أنهم فقدوا الثقة بالوعود الحكومية. متظاهرو جنوب العراق ينددون بالتدخل الإيراني في العراق، وصحيفة الواشنطن بوست تقول إن تظاهرات الجنوب ذات نكهة سياسية معادية لإيران. نبدأ مشاهدينا الكرام استوديو رافدين هذا اليوم وملف توسع رقعة الاحتجاجات في العراق. فرضت القوات الحكومية حظرا للتجول في محافظة البصرة على خلفية التظاهرات الشعبية الغاضبة المستمرة في المحافظة منذ أكثر من أسبوع. وقالت مصادر صحفية أن القوات الحكومية انتشرت بشكل كثيف في شوارع ومناطق مدينة البصرة. هذا وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قال إنه يمكن للقوات الحكومية استخدام القوة ضد المتظاهرين والتصدي لمحاولات ما وصفها تخريب مؤسسات الدولة. هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظات جنوب العراق على الرغم من القمع واستخدام الرصاص الحي في التصدي لها. ففي محافظة البصرة شهد مبنى المحافظة احتشاد المتظاهرين في محيطه في وقت عززت القوات الحكومية والميليشيات من انتشارها العسكري في المكان. وفي البصرة أيضا قامت قوات الأمن بفض تظاهرتين بالقوة. وقالت مصادر عسكرية أن قوة مشتركة من قوات سوات والجيش الحكومي فضت تظاهرة لسكان البصرة أمام ميناء أم قصر، بينما قامت باعتقال العشرات. هذا وفرقت قوات الأمن بالقوة احتجاجا نظمه سكان ناحية الهارثة شمالي البصرة. تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر مقتل متظاهرين وإصابة آخرين بإطلاق النار وغاز مسيل للدموع في مناطق مختلفة من محافظة البصرة. المتظاهرون قالوا إن قوات الجيش الحكومي استهدفت التظاهر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخر في منطقة الجنينة بالمحافظة. وقتل متظاهر بالرصاص الحي الذي استخدمته القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين أمام مبنى محافظة البصرة. بيّنت مقاطع مصورة اعتداء قوات مكافحة الشغب الحكومية على المحال التجارية في محافظة البصرة في محاولة قال عنها سكان المنطقة إنها تهدف لإلصاق تهمة التعدي على الممتلكات بالمتظاهرين. السلام عليكم. شوف هذا رمي عشوائي، طبعا المحلات طبعا لعبة وجولة والله العلي العظيم. زين هاي شوف الغاز ببطن المحل باعوا لي، هاي شوفوا حتى يقولون المتظاهرين سووا شغب وحرقوا المحلات وحرقوا وهاي هم والله العظيم غاز مسيل للدموع هنا ببطن المحل. وفي ميسان اقتحم المتظاهرون السلميون مبنى محافظة ميسان، وأظهرت لقطات مصورة دخول المتظاهرين إلى المبنى الذي ظهر خاليا من موظفيه. وفي النجف أظهر مقطع مصور عملية إحراق مقري حزب الفضيلة التابع لمحمد اليعقوبي وميليشيا حزب الله، وذلك على خلفية مقتل متظاهرين في المحافظة جراء استخدام القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ومقر حزب الله متظاهرين يحرقوه الآن، هاي مباشر مقر حزب الفضيلة
كتائب ومقر حزب الله متظاهرين يحرقوه الآن. وفي محافظة ذي قار تجددت التظاهرات قرب مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، بينما قامت القوات الحكومية بتفريقهم. هذا وأقدمت عشائر خفاجة في محافظة ذي قار في الساعة الأولى من فجر اليوم على قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة بغداد ومحافظة وسط. وقالت مصادر صحفية إن المئات من أبناء عشائر خفاجة انتشروا على الطريق المذكورة وأضربوا النيران في الإطارات وهم يهتفون تنديدا بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضدهم. ردد المتظاهرون السلميون في محافظة باب الهتافات ضد أحزاب العملية السياسية، حيث شهدت مدينة الحلة هذا اليوم تظاهرة طالبت بطرد أحزاب السلطة الفاسدة. بينما شهدت ساحة التحرير في بغداد احتشاد عدد من المتظاهرين. وردد المحتشدون في الساحة هتافات تؤيد التظاهرات التي شهدتها محافظات الجنوب ضد أحزاب السلطة وفسادها الحكومي. وفي منطقة الشعلة ببغداد جدد السكان تظاهراتهم الاحتجاجية ضد تردي الخدمات وانقطاع الطاقة الكهربائية وغياب فرص العمل. بث ناشطون تسجيلات مصورة تظهر تواصل التظاهرات في محافظة المثنى رغم مواجهتها بالرصاص الحي من قبل القوات الحكومية. بينما دعا المتظاهرون جميع شرائح المجتمع العراقي للتظاهر لاقتلاع الفاسدين بحسب وصفهم. اللي طالعنا اليوم مظاهرنا ضد الفاشلين والفاسدين رسالة للشيوخ وجهاء العشائر والسادة والمثقفين والشباب محافظة السماوة الكون تطلع بالكامل تضامنا مع هاي المظاهرة ضد الفاشلين. صار لنا 15 سنة لا ماي لا كهرباء خدمات صفر، انتم مسؤولين فاشلين وفاشلين. كما تعرض المتظاهرون السلميون قرب مجسر العباس بمحافظة كربلاء لإطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الحكومية والميليشيات. وحيدر هاي الرسالة لحيدر العبادي، حيدر العبادي انت قلت ممنوع اطلاق النار على المتظاهرين وهذا الجيش دا يطلق النار على المتظاهرين. الان مباشر من امام مبشر العباس عليه السلام محافظ كربلاء المقدسه، احنا منضمين ويا اخواننا للبصره. ابو حيدر هاي رساله لحيدر العبادي، حيدر العبادي انت قلت ممنوع اطلاق النار على المتظاهرين وهذا الجيش دا يطلق النار على المتظاهرين. قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنها سجلت استخدام مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في مدينة البصرة. وطالب مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي حكومة العبادي بالالتزام بالاتفاقيات الدولية عند استخدام القوة النارية، مشيرا إلى أن تعامل القوات الحكومية مع التظاهرات في العراق لم يؤثر فقط على أماكن تجمع المتظاهرين بل على المناطق القريبة منها أيضا. من جهتها حذرت المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية حكومة العبادي من استمرار القوات الحكومية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، داعية الأمم المتحدة التدخل لوقف استهدافهم. المنظمة قالت في تقرير لها الذي رفعته للمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف إن القوات الحكومية وميليشيات الحشد في العراق ارتكبوا انتهاكات ضد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية. وأرفقت المنظمة في تقريرها عددا من الصور والمستندات التي توثق الاعتداءات التي تتعرض لها أو يتعرض لها المحتجون على سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، مطالبة الحكومة باحتواء التظاهرات بصورة سلمية والاستجابة لمطالب المحتجين ولجم جماح الميليشيات. خ
تظاهرت الجالية العراقية في ألمانيا أمام السفارة العراقية ببرلين للتضامن مع التظاهرات التي يشهدها جنوب العراق ضد أحزاب السلطة وفسادها الحكومي. ونظم العراقيون المقيمون في ألمانيا تظاهرات في برلين للتضامن مع التظاهرات التي تعم جنوب العراق. مو حكومة انتو عصابة علي بابا علي بابا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب السياسي العراقي الدكتور جاسم الشمري. سينضم معنا عبر الهاتف الآن سينضم عبر الأقمار الصناعية، ولكن الآن عبر الهاتف من المنامة الكاتب السياسي الدكتور فراس الزوبعي. مرحبا بك دكتور فراس. أهلا ومرحبا دكتور فراس. يعني التظاهرات تتجدد أو تجددت اليوم بنفس زخمها السابق، ما الذي تقرأه من إصرار المتظاهرين على حراكهم الشعبي رغم هذا القمع الذي يواجهون به من قبل القوات الحكومية؟ هو الحقيقة حتى قبل هذه التظاهرات، يعني من يقرأ الواقع في المجتمع العراقي أو يقرأ حركة المجتمع العراقي وكيف يعني تتعامل الناس مع الأحداث السياسية، سواء كان الانتخابات وما سبقها والنتائج الانتخابات وما بعدها من مشاكل، يعرف جيدا ان الوضع يعني قد وصل الى حد لا يمكن ان يطاق بعد ذلك. ولذلك هذه المظاهرات التي نراها هي تاتي كنتيجه يعني نهائيه للواقع الذي يعيشه العراقيون بشكل عام. سوء الخدمات، انعدام الامن، امور كثيره، البطاله، لا يوجد حقيقه في العراق يعني اي شيء ايجابي يمكن يذكر على اي مستوى، سواء كان مستوى الامن او مستوى الخدمات. هذه كلها الامور تتراكم عند المجتمع العراقي وشيئا فشيئا تصل الى حد الانفجار. فهي ليست وليده حدث معين، وانما هي تحتاج الى شراره وتنطلق بعد هذه الشراره من المظاهرات. ما نشاهده اليوم من غضب في الشارع وحتى خارج المظاهرات هذه، حتى من لم يخرج في المظاهرات وجلس راقب في البيت سواء كان في هذه المحافظات او في غيرها ويتملكه نفس الشعور، لا يختلف كثير عن الذين يتظاهرون. من خلال متابعتكم تراكمات لفشل سياسي وفشل امني وفشل خدماتي دام اكثر من 15 سنه، ليست وليده اللحظه. فقط وصلنا الى المرحله التي يعني اشتعلت فيها الشراره وخرج الناس الى الشوارع، ولهذا طبعا اسباب كثيره، وقد تكون يعني هناك اسباب اخرى ابتدات فيها التظاهرات ثم بعد ذلك خرجت عن السيطره. يعني هل ترى ان هناك فعلا يعني عقبات صعبه جدا وقويه بحيث نصف ما يجري من إدارة الدولة هو فشل؟ أيهما الأقرب، الفشل أقرب أم التعمد؟ هناك فساد كبير مستشري في مفاصل الدولة. الحقيقة إحنا عندما نتكلم عن يعني فشل في الخدمات، فشل في الأمن، فشل في كل شيء، هو ليس المقصود منه سوء إدارة، إنما هناك تعمد واضح وسياسة ممنهجة لهذا الأمر. فهي عملية تخريب يعني، وتخريب مقصود ايضا ومدروس ومبني على منهج، وهذا المنهج يعني نعيشه منذ سنين طويله. ويعني اكثر الناس يدركون هذا بشكل جيد وواضح. ربما بعض الناس في العراق خدعوا لسنوات، خدعوا بشعارات، خدعوا تحت ضغط وتاثير مشاعر سواء كان دينيه او غيرها، لكن الان خلاص يعني اصبح الامر واضح للجميع. الكل الان متضرر داخل العراق، الا فئه قليله قريبه جدا من السلطه او هي تمارس السلطه الان هي التي تنتفع، لكن الاخرين لا. هذه ايضا ظهرت المشكله مع يعني انخفاض اسعار النفط في العالم وشحه الموارد في العراق واستمرار السرقات واستمرار عمليات النهب وعدم انخفاض مستواها، كل هذا ينعكس سلبا على الشارع العراقي وعلى المواطن العراقي.
عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب السياسي العراقي دكتور جاسم الشملي. دكتور جاسم مرحبا بكم. دكتور، حكومة العبادي والميليشيات ما زالت مصرة على المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحراك الشعبي. سقط مثل ما تعلمون اليوم يعني قتلى بحدود يعني إلى حد الآن ما يقرب من 15 قتيلا، أكثر من 450 مصابون. يعني موقف العبادي هذا كيف تنظر إليه؟ هل هو يعني يدل عن قوة موقف أم ضعف موقف أم هي أزمة؟ نعم، شكرا لكم. نحن نتحدث عن مدرسة حزب الدعوة الحاكم منذ عام 2003 وحتى اليوم، أو ربما منذ عام 2004. حينما نقرأ المجمل العملية السياسية، أقصد هنا الحكومة التنفيذية، نجد أن حزب الدعوة منذ مرحلة المالكي إلى مرحلة العبادي لم يتمكن من بناء دولة في المجتمع العراقي. حينما نلاحظ يعني صور المظاهرات في العراق، ينبغي أن يعني نلمح أن غالبية المتظاهرين هم من الشباب دون العشرين أو ربما فوق العشرين عاماً ببضع سنوات، وهذا يعني أن غالبيتهم كانوا في مرحلة ما بعد الاحتلال يعني صغار أو أطفال. ورغم التثقيف المستمر من قبل هذه القوة المتنفذة في المجتمع العراقي، سواء على مستوى الإعلام أو السياسة والدعم الديني والدعم الإعلامي والدعم المالي، رغم كل ذلك نجد أن هذا التثقيف السلبي لم يثمر عن شيء. ذلك لأننا اليوم والحمد لله أمام شباب واعون يفهمون أن هنالك كذبة هي العملية السياسية التي لم تقدم لهم شيئا، وبالتالي هذا هو حصاد العملية السياسية التي لم تبنى على قواعد حقيقية وقوية ومتينة. ذلك لأنها لا تمثل كافة أطياف الشعب العراقي، وهي يعني مغتصبة من طرف من العراقيين على حساب أطراف عراقية أخرى، وبالتالي رأينا هذه النتائج المؤلمة على الشباب الشيعي قبل عموم الشباب العراقي. ذلك لأنهم اليوم وعوا أنهم كانوا يعني في حالة يعني خدر، ربما بسبب تأثير بعض الفتاوى، ربما بسبب تأثير بعض القوى المالكة للسلاح والخارجة عن القانون، وبالتالي اليوم نحن أمام صحوة شبابية حقيقية شيعية نحن بحاجة لها. ذلك لأنه بالأمس كانوا يحاولون تمزيق المجتمع العراقي على أسس عقائدية وإثنية ومذهبية. اليوم الشباب العراقي واعي تماما أن أخوته في كل مكان في العراق هم داعمون له في ثورته، سواء كانوا من الكرد أم من السنة أم من غيرهم، وبالتالي هذا يعني أن التثقيف السلبي للحكومة قد فشل، وهذا يعني حقيقة ثمرة مهمة، ويؤكد أن العراق مقبل على مراحل إن شاء الله مراحل خير ومراحل يعني انفتاح على عراق جديد خالي من الظلم ومن السلاح غير الشرعي. نعم. دكتور فراس زوبعي، يعني في اعتصامات المحافظات المنتفضة يعني ألصقت تهمة الإرهاب لهذه الاعتصامات فتم سحقها استنادا لهذه التهمة. يعني من خلال حديث العبادي عن فوضى عارمة وهناك مندسون في المتظاهرين وهناك حديثه أيضا عن الإرهاب، يعني إلى أي مدى تتوقع أنه ربما تسوق نفس التهمة للحراك التظاهرات الآن في جنوب العراق؟ يعني قد تكون هناك محاولة لتسويقها بهذا الشكل، لكن لا أعتقد تنجح. هو العبادي وباقي يعني أفراد الحكومة يطلقون هذه الإشاعات، الغرض منها واضح، هو الحصول على دعم وتأييد دولي لأعمال تجري لهذه المظاهرات. الوضع مختلف جدا مع ما حصل في 2014. نحن نعرف يعني المنهج الطائفي الذي تعاملت فيه الحكومة مع مظاهرات الأنبار وصلاح الدين وكركوك، والأمر كان واضح، يعني الحكومة تمثل جهة
المتظاهرين كانوا يمثلون جهة أخرى. الآن الوضع مختلف جدا في محافظات الجنوب، يعني كيف تسوق يعني تهمة المندسين والإرهاب التي سوقت ويعني زورا وبهتانا على ولكن هناك من صعب جدا. أعتقد القصد من هذا هو المحاولة على حصول دعم دولي، لأن الآن يعلمون أن تهمة الإرهاب ويعني قضية المندسين وداعش وغيرها هي تلقى ترحيب واسع من العالم، فأطلقوا هذه، لكن لا أعتقد أنها يعني تروج بشكل صحيح أو ستنتهي كما انتهت مظاهرات 2014. يعني أستاذ جاسم الشمري، الأمر الملفت في هذه التظاهرات مهاجمة المتظاهرين لإيران بشكل صريح، يعني بل حتى إحراق صور الخميني الذي هذه الصور التي علقتها الميليشيات في البصرة. يعني من خلال هذه الأمور يعني ما الذي يمكن قراءته؟ طبعا هذا الحرق لصور هذه الرموز الشيعية حقيقة يؤكد الذي تحدثنا عنه في بداية الكلام، أن ثقافة يعني أو التثقيف السلبي لم يؤتي ثماره، وبالتالي يعني نرى هذا الوعي من شباب العراق أنهم اليوم في يعني في محنة، يفترض أن تكون هنالك جهود عراقية من أجل إعادة الحياة أو إعادة الأمل لشباب العراق بعيدا عن الأجندات الخارجية، سواء كانت هذه الأجندات إيرانية أم غير إيرانية. وبالتالي هذا الوعي الشبابي هو الذي قاد إلى هذه الثورة وهذه التداعيات. نحن يعني حقيقة على ذكر عمليات الحرق والتي جرت في بعض المدن، نحن هنا ندعو المتظاهرين إلى عدم الذهاب إلى الجانب العنفي في هذه المظاهرات، وعدم السماح لمن يحاول أن يثير الشغب في هذه المظاهرات، لأن هؤلاء الذين يثيرون الشغب هم مع الحكومة وليسوا ضد الحكومة، بدليل أن من يقوم بهذه الأفعال سيعطي ضوءا أخضرا للحكومة من أجل مهاجمة المتظاهرين. نحن نريدها مظاهرة سلمية شبابية تحارب الظلم، تحارب الخراب، تحارب الفساد، تحارب الاستخفاف بالعراقيين. أما الذهاب إلى حرق المباني وحرق الدوائر الحكومية، أنا أقول لهم أن هذه الدوائر هي ملك للعراقيين، سواء كان الحاكم من هذا الطرف أو ذاك. نحن نريد أن نحافظ على العراق وأن نزيح في نفس الوقت هؤلاء الذين لا يمثلون العراق. إذن ينبغي التفريق بين الممتلكات العراقية التي هي لكل العراقيين، ومنها الدوائر الحكومية وغير ذلك، والتفريق بين الذين لا يمثلون العراقيين من الأحزاب التي لم تقدم شيئا للعراق. إذن هذه القضية مهمة، وكذلك ندعو المتظاهرين إلى عدم السماح لأي طرف سياسي مشارك في العملية السياسية دخول أو ركوب موجة المظاهرات، ذلك لأنهم ما دخلوا المظاهرات السابقة إلا وخربوها عبر صفقات مع الحكومة حصلوا عليها لأحزابهم. أيضا ندعو وسائل الإعلام العربية والمحلية والإقليمية على تسليط الضوء على الانتهاكات الإجرامية من قبل قوات مع الأسف هي يقال عنها عراقية. كيف يمكن لابن العمارة أن يقتل ابن عمارة، وكيف لابن البصرة أن يقتل ابن بصرة؟ هذا الأمر حقيقة شكرا لك دكتور غريب جاسم. ومخجل، وبالتالي نحن بحاجة إلى وعي شعبي يؤكد ضرورة هذه المظاهرات السلمية الخالية من العنف. شكرا لك دكتور جاسم الشمري، سنعود معك مرة أخرى لنقاش قضية التظاهرات، ابقى معنا لو سمحت. دكتور فراس الزوبعي، يعني تحدث الدكتور جاسم الشمري عن أن المتظاهرين الآن هناك أمر لافت، وهو أن يعني غالبيتهم أعمارهم يعني 20 سنة، هذا يعني أنهم خلال ما قبل الاحتلال كانوا صغارا في السن وكانوا أطفالا. الآن عمليات التثقيف هذه من بعد الاحتلال وحتى الآن بعد مرور 15 سنة، من خلال البعض يصفها أنها صناعة الأعداء من داخل المجتمع العراقي، هل ترى أن هذه التظاهرات الآن والتي اتسعت لتشمل مناطق
حي العامل وحي أور ومناطق في بغداد، هل تتوقع أن يعني هناك رفض لمبدأ التثقيف القديم بصناعة الأعداء من الداخل؟ هو الحقيقة احنا نتكلم عن فئة عمرية محددة، هذه الفئة العمرية غالبا في كل مكان في العالم ينظر أصحابها إلى المستقبل دوما، يعني كل إنسان في هذه الفترة يبدأ يعني يخطط لمستقبله، يرى ما هو المستقبل، وهذا كله مبني على الواقع اللي يعيش هذا الإنسان. فالآن هؤلاء الشباب يعني هو في الغالب الآن لو تسأل أي عراقي بهذا العمر المستقبل بالنسبة له مجهول ومعدوم بالكامل، يعني إذا كان يعيش واقع لا يرى من خلاله أي بصيص للنور من المستقبل، فكيف سيخطط للمستقبل أصلا؟ ولذلك هم يعني تكلمنا في البداية عن قضية التراكم التي حصلت عند الناس، وهذه منها فئة الشباب الذين لم يكونوا أصلا كبارا عندما يعني أو بحالة وعي عندما حصل الاحتلال العراق، وإنما كبروا ونشأوا في هذه الظروف، وربما هم أكثر فئة قد يكونوا تقبلوا الواقع المر لسنوات طويلة لأنهم لم يعيشوا فترات أفضل من هذه، لكن مع ذلك وصلوا إلى مرحلة من التراكم التي لم يعودوا يروا مستقبل لأنفسهم. واضح. فقطعا إذا لم يتحرك في هذه الفترة وفي هذا العمر ليصنع لنفسه المستقبل، فمتى سيتحرك ومن سيتحرك له أصلا؟ الكاتب السياسي دكتور فراس الزوبعي نشكرك شكرا جزيلا، ولكن ابقى معنا لو سمحت، سنعود إليك مرة أخرى لنقاش قضية التظاهرات في جنوب العراق. مشاهدينا نبقى في التظاهرات الشعبية وفي ملفها ونناقش الوعود الحكومية وفقدان الثقة المتظاهرين فيها. رئيس الحكومة حيدر العبادي أن القوات الأمنية مطالبة بالتصدي لما سماه محاولات تخريب مؤسسات الدولة. العبادي أضاف في أثناء اجتماعه مع الوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية أن هناك من يحاول دفع العراق إلى الوراء ليسقط في فوضى عارمة، مستدركا قائلا أنه غير مسموح استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين غير المسلحين إلا في حالات الضرورة القصوى حسب قول العبادي. استخدام الرصاص الحي مو معناه عدم التصدي، فرق بين الأمرين خلي يصير واضح. عدم استخدام الرصاص الحي لأن هم متظاهرين غير مسلحين، واستخدم رصاص حي ماكو تكافؤ في هذا الأمر وما تحتاجه إلا إذا تعرض إلى خطر حقيقي، إلا إذا المتظاهرين صح قد غير مسلحين بس مسلحين بأمور أخرى ويهجم على القوات الأمنية من حق يدافع عن نفسه في هذا الإطار. قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إن حكومة العبادي أخفقت في إقناع إيران باستئناف تزويدها بالطاقة الكهربائية في إثر مباحثات في العاصمة طهران. وأضاف الفهداوي أن وزارته وضعت خطة بديلة عن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران بعدما أعلن الجانب الإيراني عدم تمكنه من تزويد العراق بالطاقة مجددا. هذا وقد وصل الفهداوي إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لاستئناف تزويد العراق بألف ميجاوات من الكهرباء، كانت إيران قد قطعته قبل نحو أسبوعين نتيجة تراكم الديون المستحقة على بغداد. وصف مجلس محافظة نينوى قرار الحكومة الحالية ووزارة الكهرباء بقطع 350 ميجاوات من حصة نينوى وصفه بالمجحف، ما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة الكهرباء في المحافظة. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان قال إن فشل وزارة الكهرباء في إيجاد حلول لأزمة الطاقة الكهربائية وعالجتها بقطع الطاقة عن محافظة نينوى ولو بشكل جزئي لتجهيز مناطق تشهد تظاهرات الآن. وأكد قبلان أن نينوى هي في الأصل منكوبة ويجب على الوزارات دعمها لإعادة الحياة إلى مدنها بعيدا عن سياسة التهميش. أكد ناشطون عدم وجود ثقة بين الوعود الحكومية وما يعيشه المواطن من مشاكل تتمثل بالمياه المالحة وأزمة البطالة. وأضاف الناشطون أن الفساد الحكومي وسيطرة الأحزاب أشعل التظاهرات في البصرة والمحافظات الجنوبية للمطالبة بالحقوق والخدمات الأساسية والتي لم تستطع الحكومة توفيرها في السنوات الماضية. يعني
تراكمت خلال 13 سنة بينه عدم وجود الثقة بين الوعود الحكومية وبين ما يعيش المواطن العراقي على أرض الواقع. من 2010 هناك مشكلة الكهرباء في البصرة، من 2010 هناك مشكلة المياه المالحة في البصرة، من 2010 وما سبقها هناك أزمة البطالة في البصرة. فبالتالي كان دائما هناك وعود بأنه سنجعل سننفذ، وبالتالي لم ينفذ شيء للمواطن العراقي. التظاهرات التي انطلقت شرارتها من البصرة باتجاه محافظات الجنوبية والفرات الأوسط كانت تظاهرات شعبية جماهيرية مطالبة بحقوقها الدستورية في الخدمات وتوفير الماء والكهرباء. ونحن نعلم أن هذه المحافظات منذ 15 عاما لم يتم تنفيذ أي برنامج يخص الخدمات إلا بنسب ضئيلة جدا لا تلبي احتياجات المواطن العراقي. وعودة إلى ضيوفنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور جاسم الشمري، وعبر الهاتف الدكتور فراس الزوبعي. وأبدأ معك دكتور فراس، بداية يعني إصرار المتظاهرين على مطالبهم ورفض تأجيلها، كيف لحكومة العبادي أن تخرج من هذا المأزق الكبير الذي وضعت نفسها فيه أحزاب السلطة الفاسدة؟ نعم، هو ليس له وليس أمامه إلا خيارين. الخيار الأول أن يستجيبوا لهذه المطالب، والخيار الثاني أن يقمعوا هذه التظاهرات. هذا إذا استمر المتظاهرون على تظاهراتهم، يعني إذا لم يرجعوا أو لم ينهوا هذه التظاهرات. إذا استمرت التظاهرات فليس هناك إلا خيارين أمام الحكومة، أما أن تستجيب أو تقمع التظاهرات بقوة السلاح. طيب دكتور جاسم، يعني هل تعتقد أن جماهير اليوم في العراق ستسكتها الفتاوى الدينية كما كان يحدث قبل سنين؟ والله هذا حقيقة الموضوع يعني ليس من السهولة الإجابة عن ذلك، لأنه ربما البعض ينظر لموضوع على أنه هو قضية دينية، والواقع نحن لسنا أمام قضية دينية وإنما نحن أمام قضية سياسية. هذا الخلط بين الدين والسياسة لو نظرنا له يعني على مدار السنوات الماضية نرى أنه لا يصب في مصلحة المواطن. نعم. الدين معلوم أنه كما في السياسة الشرعية أنها من أجل خدمة يعني المواطن. إصلاح الدين والدنيا. نعم. لو رأينا يعني الكثير من هذه الفتاوى، وأنا لا أتكلم يعني من فراغ وإنما أتكلم من دراستي لهذا الموضوع، أقول أن القضية هي قضية سياسية قبل أن تكون قضية دينية. ولو رأينا أن الكثير من هذه الفتاوى لم تكن في جانب المواطن العراقي، وبالتالي ينبغي هنا في هذه المرحلة القلقة من تاريخ العراق ينبغي على المواطن العراقي أن ينظر للموضوع بعين المنفعة من هذا الأمر الجاري. طيب. في العراق ما الذي قدم للمواطن العراقي منذ عام 2004 وحتى اليوم؟ أتوقف هنا دكتور فراس، يعني مع استمرار نفس هذه الوجوه ونفس منظومة الفساد الحالية، هل يمكن أن يأتي الحل من عندها حتى لو كان لها دعم جماهيري دعم عربي أو دولي؟ بلا شك لن تقدم أي حل، لأنها جاءت لتفتعل المشاكل، وهذا هو الواقع. وعلى الناس وعلى المتظاهرين أن يدركوا ذلك جيدا، لأن هذه الوجوه هي سبب المشكلة وهي طرف في المشكلة. لا يمكن أن تقدم أي حلول إلا إذا قدمت يعني حلول على سبيل الخدعة أو على سبيل الكذب أو أي حلول وقتية غير حقيقية فقط لإسكات الناس وإبعادهم عن التظاهر. أما أنها تقدم شيء فعلي فهذا يعني غير ممكن. نعم. كان معنا عبر الهاتف من المنامة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فراس الزوبعي، شكرا لانضمامك إلينا. أعود إليك دكتور جاسم. دكتور حيدر العبادي صرح أن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين غير المسلحين غير مسموح به إلا في حالات الضرورة. يعني كيف يتم تفسير هذه النقطة وهي حالات الضرورة، علما أن ما خرج من صور اليوم أثبتت أن التظاهرات سلمية لم يتم استخدام العنف فيها إلا من قبل القوات الحكومية؟ نعم، نحن يعني حقيقة ما يعنينا هو الواقع ولا تعنينا التصريحات الإعلامية. تابعنا أكثر من فيلم يعني نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. لمتظاهرين في العمارة والمثنى، ورأينا كيف أن القوات في الجانب الآخر سواء كانت من القوات الحكومية أم
من القوات الموجودة في مقرات بعض الأحزاب. نحن لم نرى الطرف الثاني لأننا نريد أن نتحدث بحيادية، لكن الصورة كانت عن الطرف الذي يمثل الجماهير، ورأينا في الصورة الأولى أن شابا لا يحمل أي سلاح قد ضرب وقد كانت الضربة قاتلة في رأسه، ورأينا كيف أن زملائه قد نقلوه وهم يصرخون أنهم قتلوه بدون سبب، وهذه الصورة كررت أيضا في المثنى. إذن نحن أمام نوع من الخداع الإعلامي الحكومي. مع الأسف حكومة العبادي تقول شيء وتنفذ شيء. اليوم الفرقة التاسعة منتشرة في مدينة البصرة، لماذا انتشرت؟ هل انتشرت الفرقة السابعة لتوزيع الزهور على المواطنين؟ بالعكس، هي انتشرت من أجل نشر الرعب والخوف بين صفوف المتظاهرين. لا. وهم يقولون نحن دولة ديمقراطية. أليس من أبسط حقوق المواطن في الدول الديمقراطية أن يخرج معترضا على بعض الخدمات؟ هم لم يريدوا إلا حقا. الحكومة حينما تقدم لهم الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرقات الصالحة، هذا ليس من الحكومة. رئيس وزراء، رئيس الجمهورية، رئيس برلمان، نواب الحكومة، كلهم موظفون لدى الشعب العراقي. هم لم يقدموا شيئا بمنة للعراقيين. هم أصبحوا من المليارديرية بسبب هذه المناصب، ولم يقدموا شيئا للعراقيين. وعليه أنا أدعو شباب العراق لعدم تضييع هذا العمر في الصمت، لأنه كما يقال ينبغي أن تكون هنالك ثورة حقيقية لاقتلاع هذا الظلم وإعادة بناء العراق لكل العراقيين دون بقاء هذه القوة الشريرة التي أثبتت التجارب أنهم لم يقدموا شيئا للعراق. أرجو أن تبقى معنا، وننتقل الآن إلى ملفنا الثالث في الدستور الرافدين، ونناقش فيه دلالات استهداف المتظاهرين لمقرات الميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران. قال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تظاهرات جنوب العراق اتخذت نكهة سياسية معادية لإيران، حيث صب المتظاهرون غضبهم على الأحزاب الحاكمة الموالية لإيران. وأشارت الصحيفة إلى أن سبب التظاهرات يتمثل في النقص الحاد في المياه والكهرباء، مع إحباط دائم بأمل تحسن الخدمات أو توفر فرص العمل، ما جعل الغضب الشعبي دافعا للمحتجين لإضرام النيران في مكاتب الأحزاب السياسية ومقرات الميليشيات. لليوم الثامن على التوالي تتواصل التظاهرات المنددة بالفساد في جنوب العراق، رغم إجراءات الحكومية الرامية لإنهاء التظاهرات عبر حظر التجول وقطع الإنترنت ومواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي. كما أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر إحراق متظاهرين غاضبين لمقر حزب الدعوة في قضاء أبو صخير في محافظة النجف. مصادر صحفية قالت إن الاقتحام أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح بليغة بعد رميهم بالرصاص الحي من قبل حرس ميليشيا بدر المجاور لمبنى المقر. إلى ذلك، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمتظاهرين من محافظة البصرة قامت ميليشيا بدر بتعذيبهم.
وأظهرت مقاطع أخرى تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يؤكدون محاولة ميليشيا بدر قنصهم في تظاهراتهم الليلية الحاشدة في محافظة البصرة. وأظهر الفيديو قوات الجيش الحكومي وهي تقف مكتوفة الأيدي من غير أن تمنع استهداف المواطنين المطالبين بحقوقهم. هذا الرامي وهذا الجيش العراقي الصبح راح يقتلون بالقناصة. لا ورجع لا ورجع زين سقطوه على جنب زين من الاخر نطع من عيش 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 على صار 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 روح 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 أظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المتظاهرين مدرجا بدمائه في البصرة. واتهم زملاء القتيل حراس مقر تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم إطلاق الرصاص عليه. هذا وأطلق حراس مقر تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم في مدينة السماء وبمحافظة المثنى الرصاص الحي على متظاهرين سلميين الذين احتشدوا قرب المقر. نتحول مرة أخرى إلى ضيوفنا الضيفية الكريم، ضيفنا فقط الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم مرحبا بك مرة أخرى، ماذا يعني أن يهتف المتظاهرون في جنوب العراق ضد إيران وأحزابها ويقومون بإحراق رمزها في وسط البصرة؟ حقيقة يعني حينما نريد أن نتحدث عن الصور التي ظهرت قبل قليل لاحظنا أن الشباب رغم العيارات النارية الحية التي تطلق عليهم رأينا منهم في اللقطات الأخيرة ثباتا وصمودا ووقوفا وكأن شيئا لم يكن، وهذا يعني حقيقة يؤكد شجاعة هؤلاء. وعليه أنا أوجه كلامي لعوائل يعني المتظاهرين، أقول لهم يعني ينبغي تشجيع هؤلاء الشباب على ضرورة الصبر في هذه المظاهرات حتى تحقيق الأهداف الحقيقية لأبنائكم. الشباب العراقي اليوم بحاجة إلى وظيفة عمل، بحاجة إلى فرصة عمل، بحاجة إلى أن يرتب وضعه من أجل الغد. أما بقاء الحال، انظروا إلى أبناء المسؤولين، انظروا إلى عوائلهم. غالبية المسؤولين في الدولة العراقية اليوم أبناؤهم خارج العراق، أنتم في عالم وهم في عالم آخر. عليكم أن تعوا هذه الحقيقة، لا تغركم أطراف تريد استمرار الخراب في العراق، مرة باسم الدين، مرة باسم السياسة، مرة باسم الإرهاب. عليكم أن تنتبهوا للواقع المرير الموجود اليوم في مدن جنوب العراق. عليكم أن تعوا حقيقة كبرى أن المتواجدين في المنطقة الخضراء لا يشعروا بمعاناتكم. عليكم أن تأخذوا هذه الحقوق كاملة دون منة منهم إزاء ما قام به سكان لذلك. إزاء ما قام به سكان جنوب العراق ضد إيران ونفوذها، يعني هل بقي من وجهة نظرك يعني من يعتقد أن جنوب العراق ساحة خلفية لإيران لاعتبارات معروفة؟ ربما الجنوب العراقي ساحة خلفية من قبل الأحزاب الموالية لإيران، أما كشعب فنحن مؤمنون بأن العراقيين ليسوا تبعا لهذا الطرف أو ذاك. نحن نؤمن بأن كل عراقيين يعني يحبون العراق من السنة والشيعة والعرب والكرد. هذا التثقيف الغير إيجابي وغير وطني لا أعتقد أنه آتى ثماره على عموم المشهد العراقي إلا عند طبقات قليلة جدا من المجتمع، وبالتالي
يبقى الأمل كبيرا في شباب العراق، في رجال العراق، في نساء العراق. رأينا اليوم إحدى نساء العراق من مدينة الديوانية، امرأة شجاعة كانت تقف بوجه قوات التدخل وهي تمنعهم من ضرب شاب كان لا يحمل أي سلاح، وقد وقفت وقفة حقيقة، وقفة بطولية. وهذا يؤكد أن العراقيين رجالا ونساء شيبا وشبابا لن يرضوا بالظلم بعد اليوم، وعلينا أن يعني نتكاتف معهم، علينا أن نؤازرهم، علينا أن نقف معهم حتى يحققوا الأهداف التي خرجوا منها. هم لم يخرجوا بطرا، وإنما خرجوا من أجل تحقيق ما يعني مطالب بسيطة. هم لم يريدوا قصورا ولم يريدوا حياة مترفة، وإنما طلبوا مجرد توفير كهرباء وما صالح للشرب. ولا أعتقد أن هذه مطالب كبيرة في هذا العصر الحديث الذي نحن فيه. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم شمري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا لك لوجودك معنا في هذه النشرة. قتل 22 عنصرا من المسلحين الموالين للنظام السوري، بينهم 9 إيرانيين، بقصف استهدف موقعا عسكريا في ريف حلب شمال سوريا. وقالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن القصف الصهيوني استهدف مركزا لمقاتلين من الحرس الثوري الإيراني قرب مطار النيرب العسكري في ريف حلب الشرقي. وكان النظام السوري قد قال إن قصفا صاروخيا صهيونيا استهدف أحد المواقع العسكرية بريف حلب دون إعطاء مزيد من التفاصيل. أعلن مجلس منبج العسكري الذي يسيطر على مدينة منبج السورية خروج آخر دفعة من ميليشيا سوريا الديمقراطية من المدينة. وبحسب بيان للمجلس، فإن الدفعة الأخيرة من المستشارين العسكريين في ميليشيا سوريا الديمقراطية أكملت انسحابها يوم أمس بعد أن أنهت مهمتها في التدريب بالاتفاق مع التحالف الدولي. واتفقت الولايات المتحدة وتركيا في حزيران الماضي على خريطة طريق بشأن منبج في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية، ويقضي الاتفاق بانسحاب الميليشيات الكردية من المدينة. قالت وزارة الخارجية التركية أن أنباء انسحاب كامل لميليشيا حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية تطبيق الاتفاق خارطة الطريق مبالغ فيها. الوزارة أضافت أن انسحابات ميليشيا حماية الكردية من النقاط المتواجدة على خط الدوريات مستمرة، وأن الكلام عن انسحابها بشكل كامل لا يعكس الواقع، لافتة الانتباه إلى أن أعمال الدوريات المشتركة لا تزال متواصلة. وجاء رد الخارجية التركية بعد تأكيد وكالة رويترز للأنباء انسحاب كامل مقاتلي ميليشيا حماية الكردية تنفيذا لخارطة الطريق الموقعة بين أنقرة وواشنطن في الرابع من حزيران الماضي. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني عمليات اعتقال طالت العديد من الفلسطينيين، وذلك خلال دغمها وتفتيشها منازل عدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مصادر صحفية أفادت أن قوات الاحتلال اعتقل شابين من بلدة الخضر بحجة عدم حيازتهما تصاريح دخول القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعتقل شاباً من مخيم الدهيشة القريب من مدينة بيت لحم. على صعيد منفصل، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني ضمن الفترة الصباحية للاقتحامات التي تتم بالقوة. بهذا نصل للختام. استوديو الرافدين، تحية طيبة، وهذا تذكير بأبرز ملفاته. إعادة فرض حظر التجوال في البصرة وسط انتشار أمني مكثف، ومفوضية حقوق الإنسان تقول إن الأجهزة الأمنية استخدمت القوى المفرطة ضد المتظاهرين. العبادي يقول إن القوات الأمنية مطالبة بالتصدي لمحاولات تخريب مؤسسات الدولة، والمتظاهرون يؤكدون أنهم فقدوا ثقة بالوعود الحكومية. متظاهرو جنوب العراق ينددون بالتدخل الإيراني في العراق، وصحيفة واشنطن بوست تقول إن تظاهرات الجنوب ذات نكهة سياسية معادية لإيران.